لولاتي جو جنگ لهبه وقربانيين وجنجيجي قلق بن قلق كسنه جبر جنجي اندام لاشيوان طرف لاشيوان تيكچو نافندا هاي فاسوري كرد لروج اواي كردستاني بشكنو دناف خدا ذكريا او بشياجي جنوب دانينا اندام لاشي مروفاي شخوا ايروج راديو يا ارتا ميفاني هاي فاسوري كرد وبتايبت ميفاني فينا فنديه تاغو ام بهدور ناس بكن بيتشن او خدمات وجفان كسارتي بيشكيش كرن افشن صال هاي فاسور الفيديك كارتك وافشن صال قسم اي اطراف صناعيه الفيديك تخبط وقسم اطراف صناعيه افجد حزر بستدام هاتنا في بناتي نو افا كرنا مش هاي فاد دو هذا دس بيكري في مركزي كاري مثلا مركزي ما اطراف صناعيه سيبا شي ما هنا قسمي مثلا معالجه فيزيائيه دعم اجتماعي نفسيه وقسمي اطراف صناعيه او كسي حوجدار يجو تي باوا السيرش اساسي السيرش بنجهي هن اوي هل دبجيرن ومتينن باخوا اف مستهدفيني واو كسي ايجو حوجي الجموع هن تشاوا وانتينن نها وك جمع كمركزي اطراف تش انسان تش كاز دبي بري خد دي مركزي اموان استقبال دكن وجولاتي ما يوميا ضمن قامش لدى روجي دي سياره درد كافن ضمن قامش وجولاتا وسيارات الحسكي دارد كافي مستفيدين بشكل عام يعني معايير جمع مستفيد مثلا بتر طرف بحاجتي معالجة فيزيائي بي تشجير لازم بي ام جير خزمتك يعني كسانا افيكو يكج تكاربج اندامي لاشيوان تشوبن تاني دفي اي جنجي بن اي حربي بن يان اي زك ماكيجي تشيد بن نا تشبه تش انسان ببريخو بدي جمع مو يستقبال دكن يعني چه ای حالت حربه یا ای زکماکی به یا طبعا بس ای مرض سکری نها مواد جمع نمتوفرن حاليا يعني انشالله وید دمک نیزیک مواد متوفر بنجی و امی جوان را جی خزمت بکن اما چه کس بری خوب بده جمع ام جوان را بشکل مجانی ام خزمت بکن که معالج فیزیایی به و که اطراف صناعی به ابنك محمد من كم سنة وهو بيعاني هاي المشكلة؟ والله المشكلة هاي من شي 5 سنوات أكثر يعني كان عمره صغير بعدين على الكبر قمنا نسوي له عمليات نسوي له ونجهز له الأطراف الصناعية سبحان الله عانينا احنا الأطراف الصناعية إنه مو موجود مركز هين يعني القامشلي أو مركز قريب كنا نعاني من هالمشكلة هاي بعد العمليات بعد البتر بعد العلاج بعد الحمد لله انه صار عندنا هين مركز محمد من كم سنه وانت عم بتجيبه على هذا المركز وشو الخدمات اللي قدموا له اياها والله خدمات يعني طرف صناعي كامل الاطراف اثنينات وعلاج فيزيائي مع دعم نفسي مركز حيل خدمي يعني طيب انت كوالد محمد اكيد بتلاحظ عليه نفسيته هل تغيرت بعد ما اجى لهون طبعا تغيرت يعني كان في امل انه ما يمشي هسه حاليا مع الطرف يعني حتى اذا مشو يعني حتى اذا يمشي بطيء هالمركز هذا ساعده انه يعني مشي يكون ما احنا ما نقول طبيعي مثل الانسان العادي بس انه يعني يصير عنده امل الطفل انه يصير عنده امل انه يدير حاله ايه هذا الأطراف هذا ما هن داتينن وقتهم تشيد كنجيش برمديت في ذكي هن تشيد كنجي كي جاني زحمة ترى نك يا دست خدي حردوجي زحمة بس دست بشكي زحمة بنا هنا هيش بر دقيقة أما آلي كار قالك بمستفيد ره نجن طرفي الصناعي نج جبر شيء جبر مستفيد قدست جير لازم مثلا قارب مثلاً
كارب وقت شكلت تجميلي أم شيت كان جير بس إنه وظيفة هنا قال كي تني نوق أنا جا نجد كارب بمشى مستفيد كارب بوازة كارب بروني نفدي كارب أختي قروني يعني بمشى قلوا تناسكر في جوية يك أم مهتد ركزين سر أطراف صناعية نها دماغو يكتي باتا وهندس بيتكن طرفك صناعي أم بين هنيجا كي جير داتينن جي شعوري تي وقتا تدناري أو كسك البشيات رابو مشيا وبكيف يعني جهز دقيته مستفيد وقت جانك نود دي بي. يعني جانك نهي وقت دي إنسان وقت تشوك كيش خفاص كدر كاري دفرج نفر دفر جنفر وقتك أموي ابتسامات سر وجهنا بين أكيد أمجي قلك كيف خوشت بن وأم هفينا مستفيدة ما قلك كيف خوش بالمبي وتشيج مرتي أم تقدمين يعني لفينا فندي بهتر جبينش حزار كس سودا جديدنا دماغو درباز دبون كيم اندام بون لي بلنك ودست وبكيف وخشيجي جفيدا كدرت كتن خداني فيدا فريد بيجن امي قلكي هول بدن قو ام سوداني نو جوان كسار بشكيش بكن نتاني ولو وخدمات النوجي تاقو هردم ام كاربن كان لسر ليفي هركسي قوتي فيدا كي تشيكن